يلا السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تسمعني؟ أسمعك، تفضل. بما أنك فتحت حديث حول الإمامة، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. نحن نعتقد أن الأئمة والإمامة منصب إلهي، الله سبحانه وتعالى يعرفنا، والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله هو الذي يعرفنا الإمام الواجب علينا البيعة له، وعندما لا نبايعه نموت ميتة الجاهلية وهي ميتة الضلال أو ميتة الكفر. الحمد لله، أول هذا واحد معتقد أحس الإسلام. إن هو فاهم. طيب، جميل أوي. يبقى أنا دلوقتي حتى لا أموت ميتة الضلال لابد أن أعرف من هو إمام زماني، صح؟ صحيح. ما معنى كلمة هنا إمام؟ السؤال يجي، ما معنى دقيقة كلمة أستاذ إمام؟ وليد، ما معنى كلمة إمام؟ هن الإمام في الاصطلاح هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص واحد من المسلمين، الحمد هي لله، رئاسة هي عامة رئاسة في عامة أمور، وهي في واجبة. أمور الدين. دقيقة خلي أكمل أستاذ وليد، آه، دقيقة خلي أكمل، تفضل. خلي أكمل. الإمامة هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص واحد من المسلمين، وقد الحمد جاءت لله، في الشرع أنها واجبة من واجبات الدين. الحمد فهذا لله. الواجب من واجبات الدين، هل تعتقد أنه بين في القرآن الكريم أم ليس له بيان في القرآن الكريم؟ الحمد تفضل. لله. ممكن أعيد كلماتك بقى عشان أعرفك إن أنا فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ أنت قلت أن الإمام اصطلاحا هي الرئاسة العامة للدين والدنيا، صح؟ صح، لشخص واحد. لشخص واحد. والإمامة هي إيه برضو؟ هي القيادة، القدوة، واجبة، واجبة صح؟ أستاذ وليد، صح؟ واجبة من واجبات الدين، صح؟ واجب، يا واجبة أستاذ من خد بس واجبات الدين. معايا، خد معايا، خد خدني في حلمك لا، أنت ليس الكلام كله لك، أنا قلت لك واجبة من واجبات الدين، هل يا باشا، تعتقد أنها يا واجبة باشا. أم أنت ليست بتقول واجبة؟ واجبة من واجبات الدين، حلو، وأنت ماشي ماذا تقول؟ يا باشا، وأنت خلاص. ماذا طيب تقول؟ خلاص، أنا ما وأنت عنديش ماذا اعتراض، تقول؟ أنا ما عنديش اعتراض، أنا ما عندي اعتراض. قل إنها واجبة من لا واجبات إله الدين إلا مثلي. الله، لا إله إلا الله. أنا قلت لك أنا ما عندي قل اعتراض، إنها لا واجبة من حول واجبات ولا الدين قوة عندك، لماذا إلا بالله. تخشى اسمع يا ابني، التصريح؟ اسمع يا ابني، اسمع يا ابني، اسمع يا ابني، لا اسمع يا تخشى التصريح، أنا الآن أتحداك تحدي الليلة عندي، إذا استطعت أن تمضي وتصمد معي حتى أترك هذه المهنة كافة كلها طب مناظرات ممكن زي ما أنا ودلالات. سمعت منك، إذا ممكن قلت تسمع إنها مني؟ واجبة، معك أبو زيد الشامي من العراق، أتحداك أن تقول أن الإمامة واجبة عندنا أهل السنة، أتحداك. خلاص حاضر، خلصت كلامك، خلصت كلامك تفضل قل، واجبة أم ليست واجبة عندك؟ حضرتك، خلصت كلامك، ممكن تسيبني أنا أحكي؟ تفضل تفضل. طيب الحمد لله رب العالمين. ما أنا لو قلت إن الإمامة واجبة يبقى أنا هطلع المهدي مش فاهم حاجة. ليه؟ لأن لا المهدي تدخل في لا حول، التفصيل مش وتهرب إلى هيخلينا، المهدي، لا تدخل. لا لا لا، مش هذا هيخلينا هروب أكمل، مش هيخلينا هروب أكمل، مش هيخلينا أكمل، هروب مش هروب، هيخلينا أكمل. تهرب، أنت تهرب. أهرب من إيه؟ نحن يا ابني خلي نتكلم عن الناس الإمام خلي وعن الناس العموم. تسمع، خلي الناس تسمع. هروب، يا عم لا هروب تدخل في إيه؟ المهدي يا ولا ابني غير خلي المهدي. الناس تسمع، خلي الناس تسمع. أنت هروب من قل إيه؟ أنها هروب من واجبة، إيه يا ابني؟ أنت صرح. ورطت نفسك والله معايا، هروب من إيه؟ قل خلي الناس أنها تسمع، أنت واجبة، خلي الناس تسمع، أتحداك أنت خلي الناس أتحداك تسمع. لا حول ولا أتحداك قوة إلا بالله، أنت خايف ليه الناس تسمع؟ خايف ليه الناس تسمع؟ أتحداك يا أن عم تقول خايف ليه أنها الناس واجبة، تسمع؟ هي واجبة أم ليست يا ابني واجبة خلي الناس عندك؟ تسمع، طيب خلي الناس تسمع، خلي الناس تسمع، تخاف أن تطرق خلي الناس بعقيدتك، تسمع يا حصرت راجل، أنت خلي الآن، الناس أين تسمع، تهرب؟ خلي الناس تسمع أجبني، يا أنا ابني، أجبتك، خلي الناس لماذا تسمع، لا تجيب أنت؟ هجاوبك لماذا هجاوبك تخاف؟ والله لاجاوبك عزيزي، لاجاوبك. خلي الناس تسمع. طيب لماذا تذهب إجابة، إلى المهدي خلي وإلى الناس غير تسمع. أنت المهدي، خايف ليه يا ابني؟ الوقت وقتين والله ومعاك، هل ما هي تقلقش، واجبة أم ليست خلي واجبة الناس تسمع يا عندك؟ ابني، خلي الناس تسمع. أنت خايف ليه؟ يلا
ما تخلي الناس تسمع. أجب على السؤال يا عمي، خلي الناس أجب تسمع. على السؤال يا عمي، خلي الناس تسمع. أجب على السؤال. هو أنت أجب على السؤال، ولما أجي أجاوب على السؤال أجب على السؤال، ما تخلي الناس تسمع. طب الإجابة لو ما عجبتك شكش الإجابة، علق عليها. يلا سكت. ليك الحرية في التعليق على الإجابة بتاعتي. يلا يلا لا تكثر الكلام. يلا بس خلاص بقى، أكتر بقى ما كترتش، دي حاجة بتاعتي أنا. أنت سألت سؤالك أنا جاوبه. أولا لو قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، قلنا حضرتك فسرت الإمامة ألا وهي الإمامة العامة اللي هي رئاسة الدنيا والدين، وهذه الإمامة تنطبق على الرسل والمرسلين. ولكن هناك إمامة أخرى، هناك إمامة أخرى كالنبي صلى الله عليه وسلم عندما عين أسامة بن زيد قائدا للجيش، فهو الآن إمام الجيش، إمام المسلمين. فهل هذه إمامة عامة ورئاسة عامة؟ هتقول لي لا. يبقى لابد أولا أن نحدد ما هي الإمامة. لا حول لو سمحت خلينا نكمل. يبقى لابد الأول أن نحدد ما هي الإمامة المطلوبة، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، مهديك لما اختفى قال قال عليكم برواة الحديث. يعني معناه إيه عليكم برواة الحديث؟ أي جعلهم أئمة نتبعهم في الحديث، في الأخذ منهم ما قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام هو المتبوع، يعني معناها أن المهدي عندك وضع لنا الرواة كأئمة نتبعهم في الأخذ بالحديث. فيجب أن تحرر المسألة ابتداء. تمام. النقطة بقى اللي حضرتك أنا بسأل عنها، من مات ولم يعرف إمام زمانه. إمام زماني، كلمة إمام حضرتك قلت الرئاسة في الدنيا والدين. لو طبقنا هذا الكلام على غيبة المهدي بتاعك، لا هو رئيس دين ولا رئيس دولة ولا كمان موجود أساسا حتى يكون له رئاسة دينية ودنيوية. فهنعرفه إزاي وهو ليس له رئاسة دينية ولا رئاسة دنيوية؟ اتفضل بقى جاوبني ولا تهرب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أنا عندما سألتني أنت أخ وليد سؤال وحول هذا الحديث أجبتك بكل صراحة وبكل هدوء وبكل وضوح، ثم وجهت لك سؤالا وعرفت لك الإمامة اصطلاحا هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص واحد من الأشخاص، وهذا التعريف موجود عند أهل السنة والجماعة والشيعة. لذلك انتقلنا بعد ذلك، قلت لك هل تعتقد أن الإمامة واجبة من واجبات الدين؟ فأنت انحرفت عن سؤالي وذهبت إلى إمامة أسامة بن زيد، ومن قال لك إن أسامة بن زيد إماما؟ ثم ذهبت إلى إمامة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام وقلت إنه أحول الإمامة إلى العلماء ورواة الحديث، ومن قال ذلك؟ ماذا تقولنا؟ شيء لم نقله. من قال إن رواة الحديث هما أمة؟ نحن اثني عشرية نعتقد باثني عشر إماما منصبين من الله بهذا الواجب الديني. الآن أعيد عليك السؤال مرة أخرى، هل تعتقد أن الإمامة من واجبات الدين أم لا؟ لماذا لا تجيب على هذا السؤال؟ تفضل. أولا لازم تفرق، أولا بداية انت هربت من كلمة إمام الزمان، إمام زماني في الحديث. تمام، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الله عز وجل في كتابه العزيز عندما أمر المسلمين وقال لهم ادعوني وادعوا بأن تكونوا أئمة، وادعوا بأن تكونوا أئمة، فهل عندما طلب الله عز وجل من المؤمنين، مش هقول لك الآية فين، لما تقول لي قول لي الآية تمام ولا أقولها لك وخلاص، واجعلنا للمتقين إمامة، ده دعاء لكل المسلمين، يعني أي مسلم ممكن يكون إمام. وأنتم أنتم من تقولون الإمام المهدي، فأنا لو أخذت الآية القرآنية ديت وأخذت قولكم على كلمة الإمام المهدي، فهل أستطيع أن أقول أن الإمام المهدي هو إمامة من الله ورئاسة دينية ودنيوية؟ هتقول لي لا. إذن لماذا أسميتموه بالإمام المهدي؟ إذن لابد كلمة الإمامة تقتصر فقط على الاثنى عشر عندكم.
فإذا وسعتم كلمة الإمامة ما ينفع حضرتك أو تصريح حضرتك أو إعلام حضرتك أو شرح حضرتك اللي أنت قلته من شوية على أن الإمامة هي رئاسة عامة للدين والدنيا. أرجع لسؤال اللي حضرتك هربت منه، ألا وهو أجب على سؤالي أولا. لو سمحت خلينا أكمل سؤالي. لماذا لا تجيب على السؤال إذن؟ لو سمحت خلينا أكمل سؤالي. سألتك سؤال ثلاث مرات اللي أنت هربت منه. الإمامة هل هي واجبة من واجبات الدين أم لا؟ سؤالي اللي أنت هربت والله منه. وبالله وبالله لن تجيب. بص صوته عيال عشان ما أكمل. أتحداك. لو سمحت خلينا أكمل سؤالي. أتحداك أن تجيب. هل الإمامة واجبة أم لا؟ لو سمحت خلينا أكمل سؤالي. لن تستطيع. لو سمحت. تفضل أجب على السؤال ثالث مرة. لو سمحت خلينا أكمل سؤالي. لو سمحت. والله ما تقدر تخطيني أبداً عن حاجة. تمام. طيب. الآن. يلا اسأل بس أنا أجاوب على سؤالك وأنت تجاوب على سؤالي. أنت تقول أن الإمامة هي الرئاسة العامة للدين والدنيا. طيب نطبق الإمامة على الحديث اللي موجود إمامنا، وهو من مات ولم يعرف إمام زمانه. فالإمامة اللي حضرتك بتقول عليها هنا إمامة عامة لرئاسة الدين والدنيا، اتفضل حضرتك طبقها لي. وحجاوبك برضو على السؤال اللي انت طرحته وبتقول إن أنا بهرب منه. أنت تقول هل الإمامة واجبة؟ لو قلت أن الإمام واجب فيجب أن تنزع كلمة الإمام من من الخميني، ويجب أن تنزع من قال إن الخميني إمام؟ من قال؟ لو سمحت خلينا أكمل. خلينا أكمل. أنت سألتني سؤال، قلت لي هل الإمام واجب؟ قلت لكم أسميتم الخميني بالإمام، فهل إمامة الخميني واجبة؟ الله عز وجل عندما أمر المسلمين بالدعاء وقال واجعلنا للمتقين إماما، فهل هذه الإمامة واجبة؟ يبقى ابتداء لابد أن تحدد لي ما هي الإمامة عندك حتى أقول لك هي واجبة أم ليست واجبة. هنا العلم يا ابني اتعلم، وياريت ترد على سؤالي. أنت قلت أن الإمامة هي رئاسة الدنيا والدين. لو سمحت بقى طبقها على الحديث اللي احنا حاطينه على الشاشة، من مات ولم يعلم أو نعم. يعرف إمام زمانه، اتفضل طبقها لي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سأبدأ بالإجابة من الأخير إذا سمحت لي. أنت تقولت علينا قولا لم نقله، وكل مشاهدينك الآن أدعوهم إلى البحث، خلي يبحثوا في كتب العقيدة عندنا، هل نقول أن السيد الخميني رحمه الله إماما؟ نحن الأئمة الاثنى عشر يا أخي، اثنى عشر إماما معصوما نصبهم رسول الله صلى الله عليه وآله، هؤلاء نقول بإمامتهم ولا نقول بإمامة غيرهم. فلا تكرر هذا وتفشل نفسك بين الناس وتقول أن الخميني أو السيستاني أو الصدر هؤلاء ليسوا أئمة يا أخي. هذه نقطة. النقطة الأخرى، أنت سؤالي لم تجب عليه وأكرر رابع مرة، هل الإمامة واجبة من واجبات الدين أم لا؟ سجل يمك هذا السؤال. النقطة الثالثة، عندما قارنت الرواية أو الحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية، أنا سأعطيك فقط مصدرين أو ثلاثة من مصادر أهل السنة. ماذا يقولون؟ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ماذا يقول؟ يقول في الجزء الأول صفحة 167، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام بر كان أو فاجر، فهو أميرا للمؤمنين. ماذا يقول البهبهاري في شرح السنة والسمع والطاعة إلى أن يقول ولا يحل لأحد أن يبيت ولا يرى عليه إماما؟ هذا علم أهل السنة وعقيدة أخي وليد أهل السنة أنت الذي ستعرفها، أن الإمامة واجبة عندكم من واجبات الدين ويجب أن يكون في عنقك بيعة. الآن عندي سؤال ثاني أضيفه للسؤال الأول،
أنت الآن من بايعت؟ ليس لك الحق أن تبيت ليلة وليس في عنقك بيعة. فمن بايعت الآن وإمام أهل السنة والجماعة الأعظم اليوم؟ من هو؟ من هو إمام أهل السنة والجماعة الأعظم اليوم الذي بايعوه حتى لا يموت ميتة جاهلية؟ تفضل أخي الكريم. أولاً أنت انتقلت من موضوع لموضوع تاني. موضوعنا هو أنت قلت أن الإمام هو الذي له رئاسة الدنيا والدين، فقلت لك لو سمحت طبق التعريف ده، المصطلح ده، على كلمة إمام في الحديث، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. لو طبقنا المصطلح أو التعريف اللي انت قلته على الإمام اليوم لا ينطبق على إمامك المهدي، وده أول فشل ليك وهروب ليك، وسجل النقطة دي عليك. أنت سألت سؤال آخر بره الموضوع، هل الإمامة واجبة؟ فقلت لك ماذا تقصد بالإمامة، لم تعرف لي ماذا تقصد بالإمامة. أهي الإمامة العامة للمسلمين أم هي الإمامة الخاصة العادية؟ لم تعرفها لي. هذه أو هذا الفشل الثاني، الفشل ما سبنا جاوب. أنا ما تكلمت وأنت بتتكلم، العامة ما تكلمت وأنت بتتكلم، ما تكلمت وأنت بتتكلم، ما تكلمت، ما تكلمت، ما تكلمت، ما تكلمت، ما تكلمت. خايف ليه؟ خايف ليه؟ خايف ليه؟ ما تكلمت وأنت بتتكلم، ما تكلمت كلمة. اسمع، ما تكلمت ولا كلمة وأنت بتتكلم، ما تكلمت أنا ولا كلمة. ما عندك كلام، ما عندك. يا سيدنا اتكلم، سبحان الله. ما أنت أنا عندك كلام وخلصتك تتكلم. ليش تكذب؟ ليش تكذب؟ ليش تكذب؟ ما تخاف يا رجل، خليك راجل يا رجل، خليك راجل. اسمع، أنا سبتك وما تدخلت، سبتك وما تدخلت. يا راجل أنت خايف من كلامي ليه؟ خايف من كلامي ليه؟ سبحانك يا ربي، خايف من كلامي ليه؟ سيبني أتكلم. يعني أنت سيبني أتكلم لو سمحت، سيبني أتكلم لو سمحت. ليش الدين؟ ليش الدين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مش عايز سيبني. هو دلوقتي عايز يضطرني إن أنا أقفل عليه. لا لا، أنت اسمع، أنا سبت حضرتك. بص يا أستاذ، أديني قفلت عليك. أنا سبت حضرتك تتكلم لحد ما انتهيت، وبعدين أنا بدأت أتكلم. فلما أنا بدأت أتكلم حضرتك بدأت تتداخل، لا الجمهور هيسمعني ولا هيسمعك، فسيبني أكمل النقاط اللي عندي وبعد كده رد عليها. بس المسألة بسيطة أهي، مفيش أسهل من كده، مفيش أسهل من كده. فلو سمحت ما تقطعش حبل أفكاري، بدل ما أخليك أنت تتكلم وتداخل معاك، ما سهلة، أخليك أنت تتكلم وتداخل معاك وأقعد أسأل فيك، تمام؟ فالله المستعان. هتتكلم؟ هتسكت؟ اتكلم. نعم. لا 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 تكذب، انا بتكلم بالمقصود. هتكلم وانا بتكلم يبقى هقطع عليه بالصوت لحد ما انا اخلص. لا قل ما اكذب، قل ما اكذب. طب خلاص، اديني قطعت عليك الصوت لحد ما اخلص واقول لك اتفضل اتكلم، ماشي؟ يبقى الفشل الاول، انت ما تستطيع، انت لا تستطيع ان تنزل تعريف المصطلح الا وهو رئاسة الدنيا والدين على مهديك الان، لأنه ليس برئيس لا دين ولا دنيا الآن، هو مختفي، يعني بقالنا 1300 سنة لا رئيس دنيا ولا دين، تمام؟ لو أحببت تنزل كلمة الإمام عليه، الإمام هي القدوة والقائد والرئاسة، لو حبيت برضو تنزلها بالمصطلح العربي مش هتعرف تنزلها على إمامك الآن، ألا وهو أن يكون قدوة أو قائد. معنى كلمة بقى هل الإمامة واجبة؟ سألتك سؤال وتكلمت معك وقلت لك أتقصد الإمامة العامة أم إمامة مثل الخميني أم دعاء هذا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني ممكن الله عز وجل يستجيب؟ نعم يستجيب. يعني ممكن إنسان يبقى إمام؟ ممكن إنسان يبقى إمام، تمام. فأنا سألتك، ادي المساله الثانيه. المساله الثالثه بتقول ان انت بتكذب على الناس، وان في حديث عندكم
بيقول برضو إن من مات ولم يعرف، من مات في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية، ولا ينام العبد حتى يبايع الإمام. أنا ما تكلمت على إني أبايع ولا ما بايعش، أنا ما تكلمت على القصة دي خالص بعيد، أنا بتكلم على شرح الرواية، شرح الرواية. فسواء بقى أنا بيعت كفرت بالبيعة، ما بيعتش حد خالص، ولا حتى بقيت مسلم، دي قصة تانية خالص، دي قصة بعيدة خالص 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 على النقاش ده. فما تدخل القصص في بعضها، ما تدخل القصص في بعضها. ثم بعد ذلك فشل آخر وقال لك من قال أننا نقول أن الخميني إمام؟ يا رجل ده أنتم مسمينه الإمام الخميني، مسمينه الإمام الخميني، يبقى تنزعوا منه اللقب وتقولوا لا يجوز تسمية أحد بالإمام إلا الإثنى عشر. طيب أنت سألت سؤال ظريف جدا وبتسألني وبتقول أنت بتهرب منه يا وليد يا إسماعيل. لا ما بهرب منه يا وليد يا إسماعيل. أولا هناك إمامة منصوص عليها من النبي صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحب بها. أما إن كانت ليس بمنصوص من النبي صلى الله عليه وسلم عليها فليست بإمامة، فهي إمامة لأي حد، أي حد ينال تلك الإمامة. عندما قلت لك أسامة بن زيد جعله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا للجيش، وقائد الجيش يسمى إمام الجيش لأن القائد هو الذي يقود، القائد هو الذي يقود، إنما جعل الإمام ليؤتم به. إحنا مش بنتكلم في اللفظ نفسه كلفظ إمام، ولكن بنتكلم عن معطيات الإمامة، معطيات الإمامة، تعريفات الإمامة. وضحت ولا ما وضحت؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعين أناس في الأمصار ويعين أناس على المدينة، أليس هؤلاء أئمة المدينة؟ إن قلت الإمامة العامة، فالإمامة العامة إن كانت من الله فهي واجبة، إن كانت من الله فنقول سمعا وطاعة، أما هذه الإمامة التي عندكم ليست من الله. تفضل بقى جاوبني، كيف المصطلح أو التعريف اللي حضرتك أنت حطيته اللي هو الرئاسة العامة للدين والدنيا نطبقه على المهدي الآن؟ تفضل ولا تتهرب، يلا. تفضل. الزبون خلع هرب، والله هرب. ما هو هو كان عايز يطرني كده ان انا اقفل عليه، ولما يقفل عليه ينسحب ايه وبعد كده يروح بقى يهلل، ده انا سالت وليد اسماعيل ولا لا 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 وقفل عليا ومش عارف ايه. العيب العيب الشيعة، والله والله العيب. الشيعي تسأله اسمك ايه يقول لك ساكن في بغداد، تقول له ساكن فين يقول لك اسمي احمد. هو انا يا جماعة الخير سألت وقلت هل انا لابد ابايع ولا ما بايعش، ولا في عنق بايعة ولا مش في عنق بايعة، ولا انام وانا مبايع ولا مش مبايع؟ انا ما سألت، أنا سؤالي بسيط جدا جدا جدا، ألا وهو من مات ولم يعرف إمام زمانه، ما معنى كلمة ولم يعرف إمام زمانه؟ بس الله المستعان. أحلى حاجة إن الشيعي يسألك سؤال ولما تيجي تجاوب يقول لك ما تهرب ما تهرب ما تهرب ما تهرب ما تهرب. طب سيبنا جاوب، ما تهرب ما تهرب ما تهرب، يا عم سيبنا جاوب، ما تهرب ما تهرب ما تهرب، يا عم أنت سمعت طيب أقول إيه؟ ما تهرب ما تهرب.